سلاما مباركا إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله عز وجل حق التقوى، فمن اتقى الله بفعل ما أمر وبترك ما نهى أصلح الله دنياه وأحسن عاقبته في أخراه وفاز بالخيرات في حياته وبعد مماته. أيها المسلمون، إن لكل أمة عيدا تفرح به نفوس أبنائها وتنشرح له صدورها وتبتهج به أفئدتها. والأعياد في الإسلام أيام خير وبركة تأتي بعد توفيق الله عز وجل لأداء ركنين عظيمين من أركان الإسلام، فيأتي عيد الفطر بعد صيام شهر رمضان، ويأتي عيد الإضحى بعد أداء ركن الحج الأكبر ألا وهو الوقوف بعرفة. وفي ذلك عباد الله رسالة واضحة وجلية، أن الفرحة الحقيقية بالعيد لن تتحقق إلا لمن أطاع الله عز وجل وامتثل أمر رسوله عليه الصلاة والسلام. عن أنس رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال صلى الله عليه وسلم: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال صلى الله عليه وسلم: قد أبدلكم الله خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. عباد الله، العيد شعيرة من شعائر الإسلام، وهو يتضمن معاني سامية ومقاصد عظيمة وحكما بليغة. ولعل أعظم درس من دروس الأضحى هو التضحية والفداء، هو التضحية والفداء من أجل الدين ومن أجل مرضاة رب العالمين. عباد الله، ما أحوج الأمة اليوم وخاصة في هذا اليوم المبارك أن تتعلم درس التضحية والفداء من خليل الله إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. إبراهيم عليه السلام بعد أن بلغ من الكبر ما بلغ، ها هو يتضرع إلى ربه عز وجل أن يرزقه ولدا صالحا، فقال: رب هب لي من الصالحين. يستجيب الرحمن لدعاء خليله، يقول تعالى: فبشرناه بغلام حليم. لم يكد إبراهيم عليه السلام يأنس بولده ويجد فيه قرة العين والخليفة الصالح حتى يفاجأ بالابتلاء العظيم. إنه يرى أنه يذبح ولده في المنام بيديه، ورؤيا الأنبياء وحي. عباد الله، لكم أن تتصوروا ذلك الموقف: أب مرت عليه السنوات الطوال ولم يرزق بذرية، ثم يدعو ربه عز وجل فيرزقه بالولد، وليس أي ولد، إنما بغلام حليم، ثم يؤمر بعد ذلك بذبحه. لكم أن تتصوروا حاله عباد الله، كيف سيكون موقفه أمام هذا الابتلاء العظيم. لكن خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام يقوم لينفذ أمر ربه دون اعتراض ولا نقاش، يقول تعالى: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فيرد الغلام البار: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. إنها التضحية عباد الله في أعلى صورها. التضحية بماذا؟ التضحية بالابن الوحيد الذي طالما تطلع إليه إبراهيم. إنها التضحية التي تعجز عقول البشر أن تتصورها، مجرد تصور. ينطلق إبراهيم عليه السلام لينفذ أمر ربه، يقول تعالى: فلما أسلما وتله للجبين. هنا يأتي النداء الرباني: قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين. سلام على إبراهيم، سلام على خليل الرحمن سيدنا إبراهيم، الذي علم الدنيا بأسرها خلق التضحية في سبيل الله عز وجل. أين نحن أيها المسلمون اليوم من خلق التضحية في سبيل الدين؟ نحن اليوم نضحي من أجل المال، ونضحي من أجل الوظيفة، ونضحي من أجل الأولاد والزوجة، ونضحي من أجل الكراسي. ولكن للأسف الشديد،
القليل منا من يضحي من أجل دينه وعقيدته. إن التضحية من أجل إعلاء كلمة الدين هي أساس عزة هذه الأمة، وبقدر ما تضحي الأمة من أجل دينها ومن أجل عقيدتها يرفعها الله عز وجل. وكلما صار الدين هيناً على قلوب الأمة وضحت بالمال وضحت بكل شيء من أجل، معناها بالعكس نحن الآن أصبحنا نضحي بالدين من أجل الدنيا، وكلما انزلقنا في ذلك المنزلق إلا وأذلنا الله عز وجل. وما بلغت الأمة عباد الله ما بلغت من العز والتمكين إلا حين ضحى سلفنا الصالح بالغالي والنفيس لوجه الله عز وجل ونصرة لهذا الدين. لقد تحملوا الجوع والعطش وشدة الحر خدمة لهذا الدين واقتداء بحبيبهم عليه الصلاة والسلام. لقد تركوا أولادهم وأوطانهم وأموالهم، لقد ضحوا بمصالحهم، ولقد ضحوا بأواصر القربى مع أبائهم وأبنائهم وإخوانهم وعشيرتهم في سبيل مرضاة الله عز وجل، وفي سبيل إعلاء دينه، وفي سبيل نصرة نبيه عليه الصلاة والسلام. ولكم بعض الأمثلة في هذا اليوم المبارك. هذا سيدنا علي كرم الله وجهه يضحي بنفسه فيبيت في فراش النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة ليوهم كفار قريش أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما زال نائما في فراشه، مع أنه يعلم يقينا أنهم سوف يقتلون من ينام على ذلك الفراش، ظنا منهم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الصحابي مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه كان من أجمل شباب قريش ومن أكثرهم ترفا، لكن حين آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، جاءته أمه فقالت له: إما أن تكفر بدعوة محمد أو أني سأحرمك من نعيمك ومن ترفك ومن جميع ما أنت فيه. لكن سيدنا مصعب رضي الله عنه اختار دين محمد صلى الله عليه وسلم، وقدمه على المال، وقدمه على الترف، وقدمه حتى على طاعة أمه، وذهب إلى المدينة ليكون أول سفير في الإسلام كي يعلم الأنصار دين الله عز وجل وكي يعلمهم القرآن الكريم. عاش مصعب رضي الله عنه في المدينة زاهدا يأكل ما قل من الطعام ويلبس أخشن الثياب، حتى أنه لما استشهد يوم أحد لم يجدوا ما يكفنوه فيه إلا عباءة إذا غطي به رأسه تعرت رجلاه، وإذا غطيت رجلاه بدا رأسه. يمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو شهيد على أرض أحد، فيتلو عليه قول الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وهذا الصحابي الجليل صهيب بن سنان يسمى بصهيب الرومي يخرج من مكة مهاجرا إلى المدينة كي يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد تأخرت هجرته. فيدركه نفر من مشركي قريش فيقولون له كما في الحديث الصحيح: أتيتنا صعلوكا فكثر مالك عندنا، ثم تريد أن تخرج بنفسك ومالك؟ والله لا يكون ذلك. فقال لهم: أرأيتم إن تركت مالي لكم هل تخلون سبيلي؟ قالوا: نعم. فدلهم على الموضع الذي خبأ فيه ماله بمكة، فسمحوا له بإتمام هجرته إلى المدينة. فلما وصل صهيب رضي الله عنه إلى المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم في قباء، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. يعني هذا سيدنا صهيب ضحى بماله كله من أجل اللحاق بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن أجل الهجرة. ثم تلا صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وهذا الصحابي عباد الله الصحابي الجليل عمرو بن الجموح رضي الله عنه، وكان رجلا أعرجا وكبيرا في السن، ورغم ذلك فقد أصر على الخروج للجهاد في سبيل الله في غزوة أحد. حاول أبناؤه منعه عن الخروج للجهاد في سبيل الله، ولكنه أصر على التضحية في سبيل الدين قائلا: والله إني لأرجو أن أطأ بعرجتي هذه الجنة.
فما زال يقاتل رضي الله عنه حتى استشهد في سبيل الله. مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو شهيد على أرض المعركة فقال: كأني أنظر إليك تمشي برجلك هذه صحيحة في الجنة. وهذا الصحابي الكريم حنظلة رضي الله تعالى عنه يضرب لنا أعظم درس في التضحية والفداء في سبيل الدين. سيدنا حنظلة في ليلة زفافه، ما زال في ليلة زفافه ينادي المنادي للجهاد في سبيل الله، فيخرج رضي الله عنه ملبيا داعي الله وداعي رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك قبل أن يغتسل من جنابته، وإذا به يسقط شهيدا في معركة أحد كذلك. فيتعجب النبي صلى الله عليه وسلم لحاله فيقول كما في الحديث: إن صاحبكم تغسله الملائكة فاسألوا أهله ما شأنه. فلما سئلت زوجته قالت: خرج وهو جنب حين سمع المنادي للجهاد في سبيل الله، فقال عليه الصلاة والسلام: لذلك غسلته الملائكة. وحتى لا تقول عباد الله أن التضحية في جيل السلف الصالح تقتصر على الرجال فقط، إليكم نموذجا أخيرا، نموذج للصحابية الجليلة أم عمارة نسيبة بنت كعب الأنصارية، تدعى بأم عمارة. خرجت أم عمارة رضي الله عنها مع زوجها وولديها في سبيل الله في غزوة أحد كي تسقي الجرحى وتعالجهم، ولكن حين دارت الدائرة على المسلمين وحاصر المشركون النبي صلى الله عليه وسلم وكان في نفر قليل من الصحابة، هبت أم عمارة لتفدي النبي صلى الله عليه وسلم بجسدها وبنفسها. وقفت رضي الله عنها سدا منيعا تصد ضربات المشركين عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنها جرحت رضي الله عنها أكثر من 13 جرحا بين طعنة رمح أو ضربة سيف. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم ولأهلها بأن يكونوا رفقاءها في الجنة، وظلت على تلك الحال تفدي نفسها في سبيل الإسلام حتى بعد ذلك توفيت متأثرة بجراحها التي تلقتها في موقعة اليمامة. هذا كيفاش كان السلف الصالح والصحابة الكرام يضحون من أجل الدين، يضحون بأنفسهم وأرواحهم وأموالهم وأوطانهم في سبيل إعلاء الدين ونصرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. عباد الله، ليت الأمة الإسلامية اليوم تتعلم التضحية والفداء من سيدنا إبراهيم عليه السلام ومن رسول الكريم صلى الله عليه وسلم ومن صحابته كأمثال أم عمارة ومصعب وغيرهم. فالإسلام اليوم تكاثر عليه الأعداء وتكالبت عليه الأكلة من الداخل قبل الخارج، عطلت أحكام القرآن وتبرأ المنافقون من كتاب الله عز وجل علنا، حتى في خطاباتهم أصبحوا يتبرؤون من الدين والقرآن علنا، والأمة في سباتها. نعم، لقد سار الإسلام غريبا في وطنه وبين أهله، وصار طريدا بين أهله. في كثير من بلاد الإسلام يضطهد العلماء ويحاصرون ويضايق عليهم ويسجنون. في كثير من بلاد الإسلام تنتهك الأعراض وتسفك الدماء ويقتل الأطفال والنساء. عباد الله، الإسلام اليوم أحوج ما يكون إلى مضحين بأنفسهم وبأوقاتهم وبأموالهم وبكل ما أعطاهم ربهم عز وجل، حتى يسمو الفرد وتعلو الأمة وينتصر الدين وتعلو راية الحق وتزهق رايات الباطل وما أكثرها. نحن بحاجة اليوم أن نجعل الدين أولى اهتماماتنا، أن نضحي بكل شيء من أجل الدين، لا كما نراه اليوم، أن نضحي بالدين من أجل الدنيا ومن أجل المال ومن أجل الكراسي ومن أجل السمعة. نحن اليوم نفعل عكس ما يفعله الصحابة تماما. الدين أهون شيء علينا، أبسط شيء نضحي بالدين من أجل الدنيا ومن أجل الكراسي، ولكننا لم ننل لا الدين ولا الدنيا، لأن الله عز وجل بيده كل شيء. المسلم عباد الله عليه أن يضحي بكل شيء من أجل الدين. والتضحية عباد الله في هذا العصر، يعني رب سبحانه وتعالى ما طلبش منا منزلة مصعب بن عمير ولا منزلة صهيب ولا منزلة أم عمارة ولا غيرهم،
بل نحن حتى التضحية يمكن أن تتخذ أشكال أخرى أيسر وأهون، وبإمكان كل واحد منا أن يساهم في التضحية من أجل الدين. فالمسلم الذي يطبق أوامر دينه في هذا العصر، أن يطبق أحكام الشرع دون تمييز ودون نقاش ودون معناها نقاش، هذا يعتبر مضحي في هذا العصر. أنك تلتزم بأحكام الإسلام في نفسك وفي أسرتك في هذا العصر الذي يغير فيه أحكام القرآن، أنت تعتبر إن شاء الله تعالى من الذين معناها يمضون على سبيل إبراهيم ومحمد عليهما السلام. المسلم الذي يحافظ على صلواته في هذا العصر يعتبر هذه شكل من أشكال التضحية، أن تأتي يعني تحافظ على صلاة الصبح في جماعة وصلاة العشاء في جماعة، هذه شكل من أشكال التضحية. المسلم الذي يحرص على حضور حلقات تحفيظ القرآن وعلى حضور حلقات العلم في هذا العصر، هذه تعتبر تضحية ويعتبر شكل من أشكال التضحية. المسلم الذي يربي أبناءه على كتاب الله عز وجل ويربي بناته على الحجاب والحشمة في عصر العري وعصر الفجور، هذه تضحية. المسلم الذي يقف أمام محاولات تحريف كتاب وخاصة في هذه البلاد، لأن هذه راهي حملة عالمية تشنها يشنها عدو الإسلام الأول في العالم، العاد الثاني، هذه تشر حملة كبيرة على الإسلام اليوم، ليست في تونس بفحسب بل العالم الإسلامي كلها باش تحاول تسوق للإسلام المرضي عنه، الإسلام الذي تسوقه الإدارة العدوة، تسوق إسلاما جديدا مرضي عنه، وتضع الرجال الذين يمضون في هذا المخطط. نحن علينا أن نضحي بأموالنا وبأنفسنا وبمراكزنا من أجل التصدي لهذه المحاولات، أن نطبق الإسلام الصحيح الشامل بدون هالكلام الذي يخرجوا لكم طوى في صورة المساواة وفي صورة الحداثة والإسلام المتطور والآخر رجعية والآخر تعصب، إياكم أنا أن تغركم تلك الشعارات الزائفة. المسلم الذي كذلك يؤدي وظيفته بأمانة وإتقان مع استحضار النية، لأن لا عمل بدون نية، هذه كذلك وجه من أوجه التضحية في سبيل الله. المسلم كذلك والشاب الذي يجتهد في طلب العلم، ولا نكتفي بالعلم الشرعي بل حتى العلوم الحديثة اللي يجتهد فيها ويجتهد في البحث ويجتهد في التكنولوجيا، هذا شكل من أشكال التضحية في سبيل الله. الزوج المسلم الذي يعمل ويكد ليعف نفسه وأهله، هذه تضحية. الزوجة المسلمة التي تطيع زوجها وتصبر على عيوبه، هذه تضحية. الزوجة المسلمة التي تلتزم بتعاليم الشرع في هذه البلاد بالذات، تضحية كبيرة. كل مسلم يقدم خدمة لدينه وكتابه ولمجتمعه ولأمته، فهذه تضحية. علينا جميعا أن نسلك طريق التضحية وأن نسجل لنا موقفا. والله لو أمنا واحد، كل واحد منا يخرج في حياته كاملة بموقف مشرف يقف به دفاعا عن الدين وعن السنة وعن القرآن، والله لربما لا يكفيه ذلك أمام الله عز وجل. علينا جميعا أن نسجل لأنفسنا ولو موقفا واحدا ينفعنا هناك، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أسأل الله تعالى أن يعيد لهذه الأمة مجدها وعزها ووحدتها وقوتها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله على الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، أيها المسلمون، عيدنا الحقيقي يوم أن تتحرر النفوس من الشهوات والملذات، ويوم أن تتحرر القلوب من الكذب والنفاق، ويوم أن تتحرر الصدور من الشحناء والبغضاء، ويوم أن تتحرر الحقوق من قيود الفساد والاستبداد. فيبذل كل ذي واجب واجبه غير مقصر، ويأخذ كل ذي حق حقه لا يزيد. عيدنا الحقيقي عباد الله يوم تحرير الأرض والعرض، يوم يتحرر إخواننا المحاصرون من الظلم القائم
ومن العداء المتراكم من القريب قبل البعيد. ولا حول ولا قوة إلا بالله. إخواننا في غزة نسيناهم، أنهم يحاصرون من القريب قبل البعيد. فأسأل الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم المبارك أن يحاصر من حاصرهم وأن يزيل ملك من حاصرهم. يا أكرم الأكرمين، عيدنا الحقيقي عباد الله يوم نحكم الشرع في أنفسنا وفي أسرنا حتى يحكم في مجتمعاتنا. نحن نطالب بتحكيم الشرع في المجتمع ولم نحكمه في أنفسنا وفي أسرنا. عباد الله، رغم ما تعيشه مجتمعات المسلمين من مآس وجراح، أنتم اليوم مأمورون بالفرحة، ولكم أن تفرحوا ويحل لكم أن تفرحوا، لأنكم بإذن الله تعالى وبفضل الله تعالى تنتقلون من طاعة إلى طاعة. يقول الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فاجعلوا هذه الأيام المباركة أيام فرح لا ترح، أيام اتفاق لا اختلاف، أيام حب وصفاء لا بغضاء ولا شحناء. تسامحوا وتصافحوا، توادوا وتحابوا، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. صلوا الأرحام وارحموا الأيتام وتخلقوا بأخلاق الإسلام. وكذلك اذهبوا إلى أضاحيكم فضحوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سنة الخليل إبراهيم عليه السلام. وملاحظة أسوقها لإخواني، اليوم المسلم شضحي الأضحية عليه أن يلتزم بالنظافة، فالمسلم نظيف طاهر لا يحب الأوساخ. بالتالي كلمة لإخواننا، كل واحد منا يحاول أن يحافظ على نظافة حيه ومحيطه. كذلك الأضحية هذه حاول أن تجعل منها نصيب للصدقات. ونحن في مسجدنا وضعنا يعني ثلاجة لقبول بعض الصدقات التي ستخصص لطلبة القرآن الكريم في المدرسة. فالذي معناها ملقاش لشكون مش يعطي العائلة محرومة ولا كذا، نحن خصصنا بإذن الله تعالى مكان لجمع معناها الصدقات بإذن الله تعالى. هذا، وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد، وارض اللهم عن خلفاء الأربع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الآل والصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم من أراد بكتابك وبنبيك وبشريعتك خيرا فوفقه إلى كل خير. اللهم من نكس على عقبيه ومن تبرأ من كتابك ومن دينك، اللهم اجعله عبرة لمن يعتبره. اللهم من تبرأ علنا وجهارا من كتابك ومن دينك، اللهم اجعله عبرة لمن يعتبر. يا قوي يا متين، يا عزيز يا جبار، اللهم عليك بمن يحارب الشرع وبمن يحارب القرآن وبمن يحارب الكتاتيب. اللهم أذلهم في الدنيا قبل الآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا هذا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.